رايحة جاية، ده حاجة مش مهمة. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الدمعة فرت على خدها وقالت لي الزهر انه تأخر يا بومبا، الزهر انه مش هيجي أبدا يا بومبا. وبعدين يا بومبا؟ وبعدين يا سيدي مسحت دمعتها من على خدها وقالت لي أنا رايحة للكوافير يا بومبا. حلو، اللهم صل على النبي ويرزقك يا رب بزيارته يا سيدي، وتملس بإيدك على شباك. ودي أختي فين الكوافير؟ معرفش يا سيدي، اهو الراجل اللي بيقصص الشعر. اسمه ايه؟ اسمه الحلاق يا سيدي. يا سيدي ما تبقاش عندي كده، يوم انا غالي بس يا اخواتي، وانا هعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ كان نفسي فيها بشكل. معلش يا نادي، فرصة تانية يا حبيبتي. اورفوار. لسه ناني قافله التليفون. ناني مين؟ المطلقه رقم 6، اصل عندها نمره ومشغوله وبتعمل بروفا. ها وعامله ايه مع الاستاذ؟ عال يعني الخطه ماشيه كويس قوي. طب يلا قوم احسن، الجماعه مستنيين. هم كلهم جم؟ 4 منهم بس، وناني هي الخمسه، والباقي متجوزين وبيعتذروا لك، لكن بيقولوا لك ان قلبهم معاكي. تسمحوا لي اقدم لكم مادموزيل عايده، الضحيه رقم 13، رقم 3 عايشه، 4 ثانيه، 7 سميرة، 8 إجلال. اتفضلي. سعيكم مشكور. شد حيلك يا حبيبتي. الشد على الله. كلنا له. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. طب ده أنت حظك أحسن مننا، لأن كريمة حذرتك، لكن إحنا خدنا على عمانة. ومالنا نعمل إيه؟ أنا طلعني بعد يوم واخد. الأستاذ اتجوزها في القطر. نزلنا طنطا عملنا واخدة الضحلة، تاني يوم ركبنا القطر عمل شمتة طلعني في بينها. ما جالوش صبر ما يوصل مصر. مراد مش غلطان، انتوا عايزين الحق احنا اللي غلطانين، ولا واحدة فينا جوزته على حب. لو واحدة حبيته بعقل وتفكير كانت قدرت تحافظ عليه. ايه اللي بتقولي يا اجلال؟ ايه فايدة الست اللي تحب راجل وهو قلبه زي الحجر؟ الحجر بيلين يا كريمة. يعني قصدك عايدة تسلم له؟ بالعكس، تمشي في الخطة اللي هي رسمها، تتقالي عليه وتعذبيه لغاية ما تموتي فيه الغرور. يا إجلال أنا أنت بتحبيه ولا لأ؟ ما ردتيش ليه؟ بحبه بس أنا خايفة، أنا خلصت كل الحيل اللي عندي. ما تخافيش، كلنا هنبقى جنبك.